Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il est 11h45. Pour les gens qui sont déjà attablés, je peux leur dire bon appétit. Sahar dakum, nes li rahi rahi tridda, rahi l'hda'ef, l'fnach gherba. Ben, c'est le moment de se mettre à table pour les gens qui sont levés tôt. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur, hein, donc pour les gens qui sont à l'église et qui font la prière, on leur dit bonne messe, hein, bonne messe à toutes et à tous. Pour nos amis et nos frères chrétiens en Algérie, ils peuvent attendre, ils peuvent faire la prière chez eux en attendant que ce pouvoir comprenne que l'église n'est pas différente à la mosquée ou à un autre lieu de culte. اليوم الحد الناس راهي في ليزيغليز راهم راحوا باش يعبدوا الله تعالى. الناس هذو نقول لهم يعني بون ميس. على كل حال انا العربيه خليتكم ما نعرفش نقول لكم غير بون ميس. الناس احبابنا وخوينا واصحابنا اللي هنا في الجزائر اللي ممنوعين باش يصليوا ليزيغليز تاعهم مازالوا مقفولين. نقول لهم صليوا واطلبوا مع ربي ان شاء الله هذا البوار هذا يهديه ربي ويعرف باللي ما كانش فرق بين الجامع جامع وين يصليوا المسلمين ويصليوا حنا وبين ليزيغليز وين يصليوا المسيحيين ولا لا سيناغوغ وين يصليوا اليهود. هذو كل راهم دي ليو دو كولت دارهم الناس باش يصليوا فيهم برك. واحد يعبد ربي ما على باليش انا علاش تمنعوا. انا نقول كيما هكا، انا نطرح سؤال، علاش تمنع واحد يمنع يجي يعبد ربي؟ كي تقول انت راك هذا الدين هذا راهو ماهوش تاع ربي، هذه حاجتك انت متي تقول كيما هكا. حتى هما عندهم متطرفين كيما انتوما واللي يقولوا باللي دين الاسلام ماهوش تاع ربي، كتبوه العرب جدودهم هما اللي كتبوه، هزوه شويه هزوا شويه من التراث وهزوا شويه هزوا شويه من الانجيل، والباقي الشيء اللي يحبوا يزيدوه هما زادوه هما، هذا هو ماهوش تاع ربي. هذو الناس متطرفين نتاع الناس اللي منهيت، والمتطرفين نتاعنا حنا كيف كيف يقولوا باللي الدين تاع اليهود والدين تاع المسيحيين ماهوش نتاع ربي سبحانه. على كل حال هاد الناس هادو ربي يهديهم، وهذا ما كان انا يبان لي باللي ما كانش كيما لا لايسيتي. لا لايسيتي هي اللي تحمي الناس كل من هالتفاهات من التفاهات. علاش لا لايسيتي؟ لا لايسيتي مش تقول هي تحافظ على الدين بريميرمون، تقول كل واحد ودينه، كل واحد ودينه. علاه كي ديجا كي تقولوا لكم دينكم ولي ديني، دونك هذه هي لا لايسيتي. هذه هي لا لايسيتي. الناس اللي يحبوا يروحوا للجامع
مسلمين يصليوا الله يسهل عليهم، الناس اللي يحبوا يروحوا ليجليز يصليوا على ارواحهم، الناس اللي يحبوا يروحوا للكنش الكنيسه ولا اي براسهم، هذه حاجتهم. دونك هذه هي لا لايسيتي، هذه هي لكم دينكم ولي ديني. الناس نو قال تمشي كيما هك تعبد الشيء اللي نقول لك عليه، تمشي مع المسلمين والمسلم او الدين تاع ربي هو الاسلام، يعني بالذراع عليك يعني بالذراع ربي يهديكم. هذا مكان الوغ اليوم والله يا سيدي، هذو قنوات هذو اللي عيطوا لهم قنوات زيغو، انا ما عيط لهمش قنوات زيغو، انا على كل حال انا قنوات اللي يقولوا واش يحبوا الله يسهل عليهم، انا ما نتفرجهم ما والو. بعث لي قبيلت واحد صديق قال لي هاك تشوف كيفاش في ولايه تبسه، ولايه تبسه خرجوا ناس يقولوا بلي احنا بني عم وخو العربي التبسي نطلبوا من السلطات باش تنحي تنزع هذاك التمثال اللي داروه تاع العربي التبسي. هذه مش جديده، ماهي جديده، وكل خطره يخرجوا علينا ناس نهار جاوا يحبوا ينحيوا كيف اسمه العين الفواره، قال لك حقه عين الفواره راهي مراه عريانه، مراه عريانه، يعني ناس توصلوا باللي يعني تمثال تمثال ستاتيو ستاتيو قال لك لا تجوز لا تجوز، هذه مراه عريانه البرا روحوا لبسوا لها قشها وروحوا منها ومنها. وواحد قال لهم بلي انا كيفاش، اخرين بزاف اللي قالوا كيفاش حنا نعقبوا عليها ومع مخلطين يعني مع خويا ولا مع بابا وهي عريانه وما نعرف واش هي وما نعرف واش هي، ونديريك مراه راهي عريانه قدامهم. حتى ولو كانت مراه عريانه قدامهم الشيء اللي نجمو نديروه، اذا المراه هذه مهبوله ولا المراه هذه ما على باليش واش صار لها، نروحو نجيبو لها حاجه نلبسوها لها، وهذا هو باش ما نخليوهاش مسكينه عريانه برك. مي الباقي ما انا نشوف مراه عريانه قدامي ولا منا، كي نشوف في راجل عريان قدامي ما عندي حتى مشكل. عندك الناس اللي مرض، اللي مرض بالشيء هذا واللي مرض ما يقدروش يتحكموا في قد كانوا ناس انا ولا غير خطره، يعني الناس يعني بديت نشوف في ناس يعني ربي يهديهم برك، يعني لازمهم يروح يداويو يداويو ارواحهم. الانسان اللي يقول لك انا نشوف مراه ما نجيبش نتحكم في روحي وما نعرف واش هي ويهضر لي واحد الهضرات كيما هكذا، ساعات نحب حتى نتقيه والله العظيم. هاد الناس هذو لازمهم يروحوا يداويو ارواحهم، خاطرش هما راهم دونجي سادير خطر. كي تشوف انت مراه وتشوف برا هكذا لابسه هكذا ولا كيما قال واحد ديكولتي ولا تشوف منها تقول لي انا ما نجيبش نتحكم في روحي، انت راك دونجي يا بالله ولدي على دق من دق ومن بعد راك دونجي عليها. انت تشوف بنتك فيها مالها عريانه ولا تشوف اختك عريانه ولا تشوف منها ما تحكمش في روحك، وعلى هذا لازمك تروح داوي باسكو راك فوزيت مالاد. الانسان اللي ماهوش مريض يا خويا لو كان تشوف ساعات نروحوا لبيسين في لترونجي نشوفوا النساء يعوموا بحذانا عريان خلاص، بصح اون ديري راهو يعوم بحذايا راجل ما على باليش بها ممكن. والله ما على بالي بها وراه، علاش؟ باسكو الانسان لازم يكون شويه ادمي، يكون شويه انسان. لا انتم المراه تشوفوا فيها غير هالحوايج هذو ولا مي فوزيت دي مالاد باسكو مراكم مرض، سامحوا لي نهضر على هلا كاتيجوري اللي يقول لك يا خويا انا ما نجمش نتحكم في اعصابي في روحي. اذا ما تحكمش في روحك علاش؟ باسكو راك مريض. نقولوا نرجعوا لهذا التمثال هذا تاع اللي داروه في تبسه تاع يقولوا تاع العربي التبسي وجابوا ماليه يتكلموا هذ الناس هذو، هذ الناس هذو تاع شروق، هذو الناس تاع شروق، ويقول لك شخط كبير وتبسه هما راهم اربعه من الناس عمروهم كيما عمروا جماعه بن باديس، وراحوا قالوا لنا بن باديس ما يشبه هذا التمثال ما يشبهش بن باديس حبوا اذا ما يشبه قد قد بن باديس، قال لك نقصته سنه ما داروش سنه، قال لك بن باديس كانوا عنده سنه ما عرف قداش، والاخر نقصته سنه، واحد يقول لك لا نقصوه شويه شلاغ خاطر بن باديس كان عنده والله ربي يهديكم يا ناس، والله ربي يهديكم. وراحوا هاد الناس هادو ولقاو الحكومه ضعيفه، لقاو الحكومه ضعيفه وراحوا نحاو هذا التمثال تاع بن باديس، نحاوه من قسنطينه. الوغ حنا ما يهمناش، حنا كيما نحاو التمثال تاع بن باديس، حنا نقول لهم نحيو التمثال تاع هذا تاع كيف اسمه والله هذا تاع العربي التبسي. العربي التبسي على كل حال باش نعرفوا ديجا تبسه هذه، تبسه راهي بلاد نتاع الامازيغ باش نفهموا مليح. والعربي التبسي اللي ما يعرفوش هو كان انسان يكتب هكذا ويقرا القران، ويعني هما يقولوا العلامه، العلامه عالم، حنا ممكن نعرفوا واحد عالم، واش هو عالم؟ عالم الانسان اللي يدير اون انفونسيون، واحد كيما قلت لكم يجي يدير كمبيوتر هذا عالم، واحد يلقى باغ اكزومبل
هذا كيف اسمه يلقى الفاكسان نتاع فيغيوس ولا نتاع مرض ولا نتاع منها. هذا علم، علم اللي دارنا الضوء، هذا علم، علم اللي دارنا مع بليش هذا اللي نهضروا فيه دوكا ولا اسمه علم. مي علم مالا انا علم، انا هاني نحتا نكتب مالا حتى نشوف جورناليست مالا انا علم، انا تا واش علم، علم تاع الريح. انا لو شيطان انسان كي ضل واش يقولوا نيكريفان كيما هذا ربي يرحمه هذا كيف اسمه العربي تبسي، العربي تبسي عمره ما كان علم لا هو لا حتى لا بن باديس ولا واش مع العلماء، العلماء يقولوا علماء المسلمين كيما دوكا هذه الجمعيه تاع اللي حاكمين دوكا العلماء المسلمين ما عندهمش كثر من موين يعيطوا لهم العلماء. علاش؟ باسكو حفظوا القران. نو مي هذا تنجم تعيط لهم ما على باليش انا حافظين القران ما على باليش تعيط لهم مسح العلماء بعد شويه بعد شويه عليهم العلم. الله العربي تبسي هو اسمه نورمالمون فرحاتي، العربي فرحاتي وزاد في السطح ميم با في تبسا، وهو من لاتريبيو هذه نتاع الهلاليين، هو مش امازيغي على كل حال، مش امازيغي راح قرا في تونس ومن بعد جا في الجزائر كيما قال واحد وقعد يناضل ضد الفرنسا. ديجا هما هذو العرب هما قبل الفرنسا هما ديجا هما اللي دخلوا على علينا ودخلوا على الاخر. هذا يعني الناس هذو اللي راهم يقولوا باللي حنا رانا ما نحبوش التماثيل ومنا نحيوا التمثال تاعكم هذا ديوه لبلادكم ولا كسروه ولا منا وما تقولوش صنم. انا بنصلح لكم برك، انا من براسكم ما هضروش بغيتو، مي الصنم زي والتمثال زي. كي تقولوا باللي النبي عليه الصلاه والسلام وراح يكثر يكسر في التماثيل هذوك ويدقدق فيهم ومنهم هنا راكم غالطين، راكم غالطين وتحبوا تغلطوا الناس. النبي عليه الصلاه والسلام الوقت هذا كانوا ناس جهلاء جاهلين يعني ما يعرفوا والو مساكن، ما واش يديروا ما يعرفوش شكون هو ربي، ما قراوش ما شافوش، يحسبوا هما كي يشوفوا هكا التصويره يحسبوها يقول لك هذا هو ربي. هما تاع ذوك الصنم هذوك اللي راحوا داروهم هذوك بودا وما نعرف واش يسموهم هذوك ما عرفتش بهم واش يسموهم بكري راحوا يعبدوا فيهم يحسبوا فيهم ربي يعبدوا فيهم. مليون كيفاش شفتوا انتم واحد في تبسا يعبد هذا كيف اسمه العربي تبسي باش تقولوا عليه هذا صنم؟ حشموا شويه خليكم انتم مسخير على بالنا على واش تهضروا الشيء هذا. انا فاهمينكم فاهمينكم انتم بكم الامازيغ كي عاد حاطين الاخر كيف اسمه حبيتوا انتم تنحيوا هذا باش يطلعوا باغ اكزومبل بوفوار كامل قال نحي علينا كيما خطره اللي قال لهم نحيوا علينا التماثيل دخلوهم لي ميوزي ورد عليهم كيف اسمه واحد السيد على كل حال اللي كان باش قال لهم اللي راح يدخلوا لي ميوزي هما العقليات الناس اللي كيما هذو هما اللي يخشوا لي ميوزي عنده الحق. باسكو انا واش يعني حبيت نسال سؤال هاد الناس هذو مساكن نقول لهم يا ولدي راكم غالطين في شي راكم تقولوا فيه. علاش؟ باسكو التمثال كيفاش تخدم؟ يا اخي جاوا ناس بخدموا بيديهم كيما هكذا، شكون واحد يحب يصور باغ اكزومبل العربي التبسي يصوروا هكذا بيدو بيدو ولا يديروا بالبيتون ولا يهز اباراي فوتو ويصوروا كيما هكا يصورك انت ولا يصورني انا ولا يصور واحد ويدير ونكبروا. واش تخمو لو كان نروحوا نديروا التصويره نتاع هذا العربي بن مهيدي نصور بالطلاف نهزوا لافوطو نتاعو ونعاودو نصوروها ونديروها كبيرة ونحطوها في الماء تجيو تكسروها؟ قال نو ما لا يجوز. يا كيف كيف بالتصويره بلاباراي ولا باليد ولا بالبيتون تصوير ما فيها حتى حاجه وماهوش صنم. الصنم هو اللي يعبدوه. لو كان شفتو نتوما الناس جاو في تبسا يعبدوا في الناس هذو اي الان قال لهم يا جماعه نعلو الشيطان ما تعبدوش هذا الصنم هذا هذه التصويره كيفاش تعبد التصويره انت؟ هذا هو الصنم. مي كنتوما راكم بون نروحوا نسمعوا هاد الناس اللي يقول اللي دزوهم قام دزوهم لازم كان الناس يدزو فيهم ساكن كذا وانتوما وربي قال والرسول قال ومنعرف واش ومنعرف واش ومنعرف واش بالعاني كيما داروا العربي التبسي عبد الحميد بن باديس وراحوا لعبد الحميد بن باديس وحبوا ونحوه خاطرش علاش الدوله ضعيفه كي واش الدوله اللي ضعيفه الناس اللي في البوفوار هما اللي ضعاف هما اللي ضعاف وعلى هذا راحوا نحوها. لو كان كانت الدوله قويه قال مشي تلعب على روحك مشي تلعب هذا كي نحطولك في دار نتاعك قال لا ما يتحطش بس حنا حطيناه في قسنطينه وقسنطينه راهي بلاد نتاع الجزائريين كاملين ماهيش تاعك انت ولا نتاع ماهيش حتى نتاع اللي ساكنين تما باسكو هذوك لي زابيتون يسكنوا تما برك ماهيش تاعهم هي نتاع الجزائر كامله. ما تجيش انت تدبر علينا واش نديروا واش نحطوا واش نديروا كذا قلت بلي عبد الحميد بن باديس راهو خالك ولا جدك ولا منا هذه حاجتك
بصح حنا نحطوا واش نحبوا حنا في 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 في, في, في المدينه تاعنا ونديروا نو. شافوا باللي راحوا جا كي جا الغاشي ومنا راحوا خافوا راحوا نحاوا. الور اليوم كيف كيف هذا حنا نقولوا حنا نزيدوا نقولوا حنا نزيدوا دوك نسمعوا هذا السيد هذا واش راه يقول. هاد الناس واش راهم يقولوا اللي جاوا تلموا ما لقاو ما يديروا ما لقاو ما يديروا جاوا تلموا قال حق هذا ما يشبهش داروا لهم خروف داروا المخروف راحوا حرقوه الخروف قلت ما عندوش القرون اسمعوا لي مش قالوا شافوا حاجه اخرى البحث كمش 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 راحوا شافوا مش الخروف سامحوا لي كمش راحوا شافوه كي شافوا الكمش شافوا حوايج البحث قال لك ما كيفاش يا اخي مراد يا اخي والله العظيم غير مراد الناس والله العظيم والله غير عندك الحق يا دكتور العليا والله يصبح هذا والله غير الناس والله انا نحترمك ونقول لك يعطيك الصحه يا دكتور العليا. دكتور العليا خطره قطع عليا قال لي يا ولدي راه لازمنا نداويو الناس. قلت له كيفاش قال لي لازمنا نداويوهم مش بالواحد قلت هو استاذ شيروجيان استاذ ميدسان يداوي في الناس ومنا قال لي راه لازمنا ما عادش تنفع هكا ما عادش. قلت له واش كيفاه قال لي لازمنا نديرو لهم تريتمون كوليكتيف هكا بعد قال لي ان تريتمون كوليكتيف يعني نداويهم جماعيين. قلت له كيفاش انا راه نجيبوهم كل قال لي لا ما نجيبوهم لا والو قال لي نطلعوا للشاطو دو قال لي نديروا لهم الدواء واللوحوا في الشاطو دو كيحلوا هما العيون يلقاو يشربوا بلا ما يفيقوا بلي هو الدواء باش يهديوا الاعصاب نتاعهم وباش ترونكيليزون وحوايج كيما قال واحد باش كيما كان تحل المخ نتاعهم وكذا. عندك الحق يا الدكتور العليا الوغ نسمعوا الناس هذو واش يتكلموا ومن بعد نرجعوا. هذا هو العربي تبسي وهذا خو العربي تبسي يقول وهذه قناة زيغو هما بزاف قنوات زيغو ماشي واحدة برك. اسمعوا واش يتكلم هذا فوالا كما قالهم بعد قالهم باللي حرام حنا الدين تاعنا يقول باللي حرام وقال لك هما حاطين له سبحه قال لك هما حاطين له سبحه في يده وحاطين له كتاب لهنا قال لك نو هو عمره ما هز كتاب قال لك هو كان كلش عنده في الدماغ نتاعو وقال لك ماهوش كما يقولوا هما كما يقول السيد هذا قال السيد هذا يقول هكا قال هذا على كل حال قال باللي ما كانش يهز كتاب وما كانش يهز الاخر وعلى هذا احنا نطلبوا من السلطات ينحيوه. وحنا ثاني انا ثاني باسم الامازيغ الاحرار ما نهضرش على الناس اللي باعوا ضميرهم هذيك الله يسهل عليه هذيك دبر راسهم نهضر على الامازيغ الاحرار. حنا نقول لهم نضم صوتي هذا الصوت تاع الشيخ هذا ونتاع العائله تاعنا هذا العربي بن مهيدي نقول لهم نحيوه وراح رومبلاسيوه ماسينيسا ولا رومبلاسيوه باسكو تيفيست اتونسيون تبس راهي ماشي تبس راهي بدلوا الاسم تاعها هي راه اسم تمازيغي تيفيست باش نفهموا مليح وكان ماسينيسا ثم دونك حنا راح رومبلاسيوه بالماسينيسا نديرو ماسينيسا ولا نديرو يوغرتا ولا نديرو اكسل ولا نديرو نتاعنا حنا في بلادنا نديرو نتاعنا. هذا يحبوا يديوه البلاد هما يهزوه يديوه البلاد هما ولا يحبوا ينحيوه ولا يحبوا يكسروه ولا يحبوا يديوه نحيوه لهم واعطيوه لهم وخلاص. لا غالب واش تحبوا عندك بور الناس هذو الناس مساكن اللي يقولوا باللي راهو كيما قال واحد الدين تاعنا ماهوش كيما هكا. السيد هذا يهضر على الدين تاعو هو صادير كي قبل قبل خلاص الدين تاعو هو صح الاسلام بصح الدين تاعنا حنا ما كانش الاسلام حنا نو ما تغلطناش يا شيخ هذا خو العربي بن مهيدي الدين تاعكم انتوما اللي كان اسلام
وكان كما قال واحد يهضر على هذا كيف اسمه التكسار تاع هذا اللي تقولوا عليهم انتم صمم ومنا تهضروا على واحدكم. مي حنا ماسينيس عمرو ما كان مسلم، يغرطا عمرو ما كان مسلم، باش نتاهو مليح. ومن بعد الناس اللي دخل في الاسلام، كي جيتوا انتم واحتلتوا الجزائر وقتلتوا الناس باسم الاسلام وذبحتوا الناس باسم الاسلام وسرقتوا المال نتاع الامازيغ باسم الاسلام وقلتوا اللي ما يدخلش الاسلام نحيوا راسه، الناس خافوا ودخلوا الاسلام. هذا هو. دوك حنا ما نرجعوش، اذا رجعنا للتاريخ عمرنا ما كنا مسلمين، اوني تي با دي مسلمون دو تو دو تو دو تو. عندك نسمع فيها دوك نهار واحد السيد اللي يقول على ماسينيسا باللي راهو كيف اسمه باللي راهو كلب نتاع الروم. يا اخي كلب نتاع الروم ولا كلب نتاع اليهود ولا كلب نتاع ما على باليش فرنسا ولا كلب نتاع ما على باليش حتى اللي تحب تقول عليه انت شكون هو هذا. يا اخي راهو ماسينيسا في بلاده او في بلاده يا اخي، وما تعقدناش خلاص خلاص. واذا ما عجبكش الحال يا اخي روح لبلادك، هذا ما نقول لك. اذا احنا ما نحوزوا حتى واحد الانسان اللي يقعد معنا، مرحبا مرحبا به، مرحبا بكل واحد. احنا اليهود ونقبلوهم ما كان حتى مشكل. عندك باش تجي انت تنعتلنا باللي راهو الروم ومن هنا، وانتم واش كنتوا انتم؟ انتم ما انتم انتم ما نون انتم كي جيتوا حنا عيطنا لكم قلنا لكم روحوا اقعدوا عندنا هكذا. هي انتم كنتوا كولونيزاتور، انتم دخلتوا علينا وقتلتوا ناس باسم الدين وكذا وكذا. سي لا ميم شوز، واش الفرق بينكم انتم بين الروم ولا بين فرنسا؟ واش هو الفرق برك؟ وموان كاين فرق، انا الفرق اللي نقوله لكم هو مليح، هو الفرق ان فرنسا بنات الجزائر. مين انتم واش بنيتوا ولا واش درتوا؟ اعطيو لنا حاجه نشوفوها. كراش اعطيو لنا حاجه قال هذه جابوها العرب كي دخلوا على شمال افريقيا. نعطيو لنا واش جبتوا باش نجمعوا حتى انا نهضروا. قال ودي هما كيما فرنسا، نقولوا بلي فرنسا راهي كي جات راهي بنات ودارت وخلات اليوم الناس اللي ساكنين فيهم كل الدار اللي ساكن فيها انا تاع فرنسا. دونك الناس الفرنسيس اللي بنا اللي راحوا خلاوها وسكننا فيها احنا، دونك هذا كل تاعهم هما. وانتم واش جبتوا؟ جبتوا القتيله والذبيحه والسرقه، حتى كنتوا تسرقتوا الذهب من هنا وسميتوه غنيمه، سميتوه غنيمه. دوك انا نروح لواحد ما نتفاهمش انا وياه، نتضارب انا وياه في الدار نتاعو، نغلبو نقتلو ونزيد نهز الذهب نتاعو والحوايج نتاعو ونجي رايح. كي يهضروا معايا قال هذه غنيمه، هذه غنيمه. يعني شفتوا الناس كيفاه يتمسخروا لكم الناس على كل حال. وي الناس هذو نتاع تبسة لازم سيد الوالي انا اللي كنت جيت منك نشوف مع وزارة الداخلية ونحيو هذا التمثال هذا نتاع العربي التبسي، ما عندنا ما نديرو به حتى حنايا، نحيوه فوالا، رجعوا هذا اللي داروا ولا اللي حطوا رجعوه له. وهذا الناس هذو قال حنا راح نرومبلاسيو هذا التمثال هذا بماسينيس ان شاء الله بحول الله، ولا بغرطة ولا بأكسل ولا بواحد من تاعنا حنا. على هنا علاش هما في العربية السعودية ولا في اليمن ولا منا داروا هما أكسل ولا داروا منا؟ ما داروش هما، داروا هما ما كي جاو حتى هنا عندنا حنا داروا الأبطال نتاعهم، الأبطال نتاعهم كيما هذا كيف اسمه ما عرف كيف اسمه ولا نسيت ولا الكريمينال هذا، داروا له عقبة. هذا عقبة سيدهم، سيدهم عقبة بن نافع، سيدهم هما، حنا موش سيدنا، حنا بالنسبة لنا حنا كريمينال. هذا السيد هذا قتل الناس وذبح الناس، دونك هذا السيد هذا حنا نقولو كريمينال. كي داروا له هذيك في الستاتيو نتاعو بطل بيان سور بطل، بصح كي نديرو حنايا شي شناق ولا نديرو حنايا اكسل ولا نديرو حنايا ماسينيسا لا يجوز لا يجوز. سي فيني الشي اللي راح لكم بكري، راح لكم بكري الرجوع الى الاصل فضيلة. نقول لكم قيم ديال هنا ان شاء الله، من بعد ان شاء الله نعاود لكم نرجع لكم في كانش فيديو اخرى. وهذا الناس هذو كيما قال واحد حنا ما نسالوهمش، انسان يحب ينحي الستاتيو نتاعو كو سوا سورتو سورتو الناس هذو مش ماهمش تاع الامازيغ، نحيوهم قبل ما يتنعم يجي نهار وين يتنحاو بالقوه.